أطلق برنامج أفعل الخير في موسمه العاشر ركناً جديداً هو الصدقة الجارية، وتربع عرش هاته المشاريع الخيرية حفر الآبار. فأحلام الأمس هي حقائق اليوم، فكرة تبناها الشيخ فيزازي بغدادي وتم إطلاقها في برنامج أفعل الخير، خصوصاً أن أغلب ولايات الوطن تعاني من نقص المياه، بل هناك بعض الولايات تعرف بندرتها للمياه على طول السنة. فبالماء تنمو الحياة وتخضر الأرض وتثمر الأشجار وينشرح الصدر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. فبفضلكم يا أهل الخير والعطاء، تم التكفل بحفر 51 بئر في مدة لا تتجاوز 5 أشهر عبر مختلف ولايات الوطن، ولحد الساعة تم إنجاز 25 بئر، و16 بئر هي على مشارف الانتهاء، ويوجد 10 آبار هي الآن محل متابعة ودراسة من قبل طاقم البرنامج. في مشهد تعلوه الرحمة وتكسوه المحبة، تصلنا العديد من الصور من مختلف ولايات الوطن تعبر عن معاني الرحمة في أبهى صورها. ففي صحرائنا الشاسعة والواسعة وبين كثبانها الرملية الرائعة، أين تتوقف الدواب وتشرب الحيوانات ويعبأ الماء للعائلات، تم إنجاز 22 بئر، 8 آبار في ولاية تمنراست، و3 آبار في برج باجي مختار، و6 آبار في عين صالح، و4 آبار في ولاية ورقلة. كل هذه الولايات هي بحاجة ماسة لهذه الآبار حتى تطفئ حرارة الظمأ وتقلل من ظاهرة الجفاف والقحط. والأمر نفسه مع الهضاب العليا هي الأخرى استفادت من هذه المشاريع الخيرية، حيث تم إنجاز بئر في ولاية البيض، وبئر في النعامة، والآخر في الجلفة، وبئرين في ولاية مسيلة. أما بالغرب الجزائري تم إنجاز بئر في ولاية وهران، وبئرين في ولاية تلمسان، وفي الشرق الجزائري هو الآخر تم حفر بئرين في ولاية تبسة. أما الوسط فقد حظيت ولاية تيزي وزو ب11 بئر. إطلاق هذا المشروع في بدايته كان يحدوه أملا كبيرا في أوفياء برنامج أفعل الخير داخل وخارج الوطن، وهو ما تحقق طبعا. فيا أيها الراغب في الأجر والبر والخير، سابق في الصدقات الجارية عن الأنفس والوالدين والأهل والأقربين، فأعظم الصدقات هي سقيا الماء.